السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم إلياس مفتاح من محترفي الحماية، وهذه حلقة جديدة مخصصة لأصحاب المدونات والمواقع. لأن إذا كانت لديك مدونة أو موقع وتلاحظ أن هناك ثقل في التصفح داخل هذه المدونة أو الموقع وتريد إصلاح المشكل، جوجل تضع بين أيديكم تطبيقات تمكنكم من معرفة سبب ثقل الموقع. إذا نذهب إلى الرابط التالي ثم نقوم بإدخال رابط المدونة على الإطار داخل الإطار التالي. thepro.com ثم ننقر على أناليز. إذن هنا يقوم موقع جوجل بسكان لموقعك و سيقوم بإعطائك تقرير بمجموعة من المشاكل أو التي تؤثر في الصفحة. كل ما عليك فعلها هو إصلاح هذه الأعطال أو المشاكل التي تسبب الثقل في الصفحة. إذن يقوم هنا بترتيبها من الأكثر تأثيرا إلى الأقل تأثير، وبعد النصائح، وهكذا سيصبح بعد التعديل على صفحتك وبعد إصلاح الأعطال ستصبح صفحتك أو موقعك أكثر سرعة. شكرا على تتبعكم، لا تنسوا أن تشاركونا باقتراحاتكم وآرائكم وتساؤلاتكم. شكرا وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. كان معكم إلياس مفتاح.